هو الحقيقة الباك عام سبيسيال، والحاجة اللي ننصح بها اللي قادمين على بكالوريا 2025 نسق متواصل ومرتاح ترتاحوا فيه انتوما، أهم حاجة معنا. انتي والشخص صراحة فما أشخاص كيفي أني يستحملوا الضغط، أني شفت حدا كي يرميوا علي حجر نستحملها. انتي تتجنب هذا الكل، امشي ريتم كونستنت، أماني راهم شت بريتم تصاعد شوية ضغط على روحي في الصيف. قبل ما تبدأ تحضر أي حاجة خذ فكرة على روحك قديش تحتاج من ساعة تحضير. تنحي ستريس، أمان ستريس ليف الحق، راه ستريس يهلك كل شيء معناه. تقرأ حتى شوية وتشجع روحك شوي بشوية وتوصل. ما تفسدش وقت نومك، حاول تنظم وقت نومك وكل شيء نورمال يتعدل به برشا. أهم حاجة أنك تقرأ، تحاول كل يوم وما تخليش الدروس تتراكم عليك، تقرأ كل درس تقرأه تلخصه وإلا تخدم له دي زيكزيرسيس أنت والماتيغ كيفاه. حاول أخدم بريتم تصاعدي معناه، وإلا حاول ستابل ميم تصاعدي ميم طول معناه، حاول بيناتهم. مش لازم تدخل خايف برشا، ادخل آلاز، اقرأ على روحك عادي وحاول تاخذ ريتم من اول العام. الباك لازم برشا سوفل برشا سوفل، دونك لازم تكون آلاز تلعب اكثر على النفسيه. بالطبيعه تبدا بنسق تصاعدي، تبدا بالريتم اللي مش كنت مويل بيه، من كل مره تحاول تزيد شويه ساعه نص ساعه، ميم با حكيت جمعتين شهر كان تشد الريتم. واحد يخدم وما يقصرش، وان شاء الله ان شاء الله ربي مع الناس الكل. حبس شوي عادي كي نرتاحوا، معناها مش لازم باك راك 24 24 وانت تحضر وانت شاد الستيل والورقه قدامك.